وضع منظومه تجذب فكره اعاده تدوير المخلفات الالكترونيه. انا هتكلم عليهم دول، دول بس مصريين مش استثمارات من الخارج. بالنسبه لتفعيل قانون المخلفات، قانون المخلفات عشان كان يتفعل احنا محتاجين عشان نقدر نخلص القصه بتاعت المخلفات البلديه بس ان احنا ناخد سنوات نبني البيت وبعدين بعد كده نبتدي ان احنا ندوره. حضرتك التريقه قلت 10 مليار جنيه تعمل ايه في البلد؟ لا، 10 مليار جنيه عملت ما يقرب من 28 مدخل صحي. اتكلمنا على عدد من خطوط الانتاج وصلت 60 خط انتاج مش مصنع فقط، واتكلمنا على 68 محطه وسيطه. لما اتعمل ده على مدى الاربع سنوات اللي فاتوا لم تطلب من الدوله، ده كان قرار من رئيس الجمهوريه، ان المواطن يدفع رسوم مخلفات زياده عشان نعمل البنيه التحتيه. لكن في اي بلد في الدنيا لو حضرتك بتقرا طبعا الجزء بتاع الدول الثانيه، اللي بيدفعه المواطن لازم يرجع يخش في المنظومه دي. حضرتك قلت برضه حاجه، ليه احنا ما بندخلش دخل من المخلفات؟ مخلفات الثروه الغنيه عندنا مش غنيه زي الدول الثانيه. المحافظتين الوحيدين اللي ممكن نقول المخلفات بتاعتهم ممكن تكون غنيه واللي بينموه يقدروا ان هم يغطوا بيه احتياجات المحافظه ويفضل منهم شويه، هي المحافظات الساحليه اللي هي زي جنوب سيناء والبحر الاحمر. ليه؟ لان فيها نسبه سياحه كبيره فالمخلفات اللي فيها غنيه. باقي المخلفات انت عندك مشكله في نوع المخلف وطريقه الجمع واغلاق المقالب العشوائيه. تاني حاجه اغلاق المقالب العشوائيه ده موضوع مهم جدا، لان احنا من اربع سنين اللي كان بيعدي من القاهره الجديده يفتكر مقلب القطامية ومقلب الوفاء والامل ومقلب بتاع السلام. حضرتك انزل شوفه بيفور اند افتر. احنا قفلنا ما يقرب من 79 موقع مقالب عشوائيه على مستوى الجمهوريه. كل ده اتعمل بفلوس من الدوله والدوله لم تطلب اي تمويل من المواطن. النهارده اللي بيتجمع لازم يتجمع عشان يرجع مصر على المنظومه. يعني احنا بنينا البيت، حضرتك لو بنيت بيتك مش انت النهارده هتدفع فلوس كهرباء وصرف صحي وميه، انت لازم تدفع فلوس اداره المخلفات. لان اللي كان بيحصل قبل كده ان المواطن مقتنع انه يطلع الكيس بتاع المخلفات بره المنشاه وكده تمام، لا، هو المفروض ان هو يبقى في اداره متكامله يضمن ان الكيس راح اتحط في العربيه راح المصنع اتدور والمتبقي راح المكتب. الهدير اتكلمت على مشروع بكرة البحر الاحمر. احنا هنصرف على ثلاث حاجات في هذا المشروع. واحد، دعم الصغار الصيادين هناك في عمليه الصيد بحيث ما يبقاش الصيد جائر. اثنين، دعم مشاركه القطاع الخاص ملف السياحه البيئيه في منطقه البحر الاحمر. فالقصه بتاعت ان احنا نديلهم قروض بس تكون الفايده بتاعتها قليله، دي من ضمن الحاجات. ثلاثة، إن احنا نبتدي نحط نظام لكيفية التعامل مع منظومة الموارد الطبيعية في البحر الأحمر، لأن في معلومة مهمة إن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بالذات ناحية مصر هي أكثر شعاب لن تتأثر بآثار تغير المناخ، وبالتالي لازم إن احنا نحافظ عليها. استزراع الشعاب المرجانية هذا موضوع شائك وبنحط عليه علامة استفهام كبيرة، لأن في دول كتير عملت استزراع ولم تنجح فيه. وبعدين الاستزراع عشان تعمليه لازم تعمليه في نفس المكان اللي فيه شعاب مرجانيه. بيحصل حاجه زي ما كده ما تسيجي تزرعي فريتك زرع. اوكي؟ لو انت عندك شجرتين وجيتي حطيتي شجره في النص هيحصل ايه؟ اوفر كراودنج. فاحنا بنخاف من قصه الاوفر كراودنج في الشعاب المرجانيه، ويعني عملنا تجربه الحقيقه في جنوب البحر الاحمر وفشلت مع احد الجامعات. فبنفكر فيها شويه قبل ما نعملها، ليه؟ لان ربنا لما يجي حد يفكر في البيئه هقول لغير المتخصصين حاجه، ربنا خلق الكون حاجه بتعتمد على حاجه، حاجه بتعتمد على ناس. فبناء على ده لما بنيجي احنا نعمل تدخل بتبوظ الخدمات او النظم البيئيه اللي ربنا خلقها طبيعي. مفيش دول ثانيه، رفضنا وجود دول ثانيه في هذا المشروع، فالمشروع وطني بالكامل. عندنا زياره المعرض هنشوف لو في وقت. رأفت عبد القادر اتكلم على تلوث النيل، في ثلاث وزارات مسؤولة عن قصة تلوث النيل، عندنا وزارة البيئة مسؤولة عن الصرف المباشر من المصانع لنهر النيل، فاضل لنا أربع مصانع سكر، لكن إحنا وقفنا 16 مصنع كان بيصرف صرف مخالف على نهر النيل في الأربع سنين اللي فاتوا. المصارف مسؤولية لوزارة الموارد المائية والري، والصرف الصحي اللي بينزل على نهر النيل من محطات الصرف الصحي مسؤولية وزارة الإسكان. مياه الصرف تستخدم في الجوبر الشطوفة، تعالى معانا نوريك الزيارات بتاعة المشروعات اللي ابتدينا نستخدم فيها مياه الصرف في الغابات الشجرية بما فيها قطاع انتاج
الدكتور، لان هو بيستخدم الوقود الحي يقدر يديه بعد كده للطيارات وعاملينه على سمول سكيل. 100 مليون شجره عندنا وزاره البيئه، وزاره التنميه المحليه، وزاره الاسكان. السنه اللي فاتت كنا بنتكلم على ان وزاره البيئه عملت السنه اللي فاتت اللي هي انتهت في شهر 6 اللي فات 13 مليون شجره، وزاره البيئه 8 مليون شجره، وزاره التنميه المحليه 7 مليون شجره على مستوى وزاره الاسكان. ليه وقفنا؟ لان احنا في توجيه دلوقتي من رئيس الوزراء، موضوع بتاع التشغيل بيدار من خلال المجلس. نمره واحد ان احنا لازم نوقف قطع الشجر، وبالتالي هو طلع قرار ان لو في يعني قطع الشجر حصل في مكان عام لازم ان هو يرجع يعني محافظ بدوله رئيس الوزراء شخصيا. فانا كتب على الفيسبوك. اثنين ان احنا بنعمل دلوقتي اعاده هيكله لانواع الاشجار، لان في محافظات يعني استخدمت اشجار مثمره ولم تستكمل، او ان هي ممكن تكون ما ينفعش انها تتزرع في المكان ده، فبنبتدي ندور على انواع الشجر، بنعمل دراسه انواع الشجر اللي هيقلل استخدام الميه، اللي هو مش هنزرع نجيله خالص، هنزرع الشجر ومدلات، ولازم ان هي تتعمل وتتقي من المياه العكره اللي هي محطات الصرف الصحي. فبالتالي هتلاقينا في خلال شهرين ابتدينا ننزل تاني، بس احنا دلوقتي لازم كنا نظبط البيت، ولازم كل محافظه تبعت لنا ايه المكان اللي هيتشجر عشان يبقى الموضوع بس متنظم بصوره اكثر ضغط. في حد اتكلم على مجال التثقيف البيئي، في ان احنا في المدارس بنتكلم بس على المخلفات، احنا بنعمل حاجتين. خش على موقع وزاره البيئه هتلاقي ثلاث كتب طالعين، واحد على تغير المناخ، واحد على التنوع البيولوجي، واحد على الاستدامه البيئيه العربي. المناهج دي اتعملت عشان تدمج في عمليه تطوير التعليم، فاحنا الكلام ده طلع من اربع سنين مش امبارح ولا اول سنه. فالمفروض وزاره التربيه والتعليم بتاخد ده وتبتدي ان هي تدخله في عمليه تطوير المناهج من سن 6 سنوات لغايه سن 16 سنه. لكن احنا بنشتغل مع مدارس، بنشتغل مع مدارس في حاجتين دلوقتي. فكره برغم ان احنا مش